السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام، اليوم عندي لكم فيديو جديد على الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق خراطة. راني قريب لسوق الاثنين إن شاء الله، رايح نتغدى ونكمل المسار ونشوف وين يبعثوني اليوم. مانيش عارف نروح الأوقاس ولا نروح للبور ولا. كل يوم ندير لكم فيديو على موضوع. أذكر راني بالدخلة تاع سوق الاثنين، ممنوع اللور، نقبض طريق اللور ومن بعد نكمل معاكم الفيديو ان شاء الله. نرانا داخلين لطريق اللور. خوتي سائق الشاحنة لازم الانسان يكون دائما يكون صبور، يكون انسان خلوق، يمشي بعقله، ما يظلمش في الطريق. ماشي كي الانسان شاد العلا ويقول لك انايا فوالا ولا راي عني الحال ولا راني مزروب ولا عندي اولويه. لا خوتي، لازم الانسان باش تروح بعيد وباش تخدم خدمه نتاعك وتروح بخير وعافيه، لازمك تكون انسان محترم وخلوق في الطريق. السياقه فن واخلاق وتربيه، حسن السياقه من حسن الاخلاق. هذا هنايا يحلوا سوق هنايا نتاع الهلال الاحمر، راهم ينظفوا هنايا كما تشوفوا. هاوي اللي معاهم نتاع الغابات، هم دايرين حملة للتنظيف. هذه هنايا مشتلة، راه كاين واحد المشتلة هنايا، راح نشري من عنده أكياس نحوس نغرس الشجرات إن شاء الله نلقى بلاصة. هذا هما الأكياس اللي شريتهم، ان شاء الله نزيد نشري لهم التراب وباش ندير لهم حاشاكم الغبار، ومن بعد ان شاء الله نكمل المبادره نتاعي. راني خرجت للطريق، مازالني راني في طريق اللور تاع هذه ثاني الاون فاسليكم، راهي مشتله هني. هذه هنا شجره زيتون، اون فاصل الطريق من هي في الجهه اليمنيه كاينه مشتله. دوك هنايا نلحقو عندنا ستوب، الدور ادروات تروح لجيج المالبو، والدور اغوش تولي البجاية، تدخل مثلا سوق الاثنين ولا. هذه هي المشتلة اللي قلت لكم عليها. ثبت هنا امطار، الله يبارك ما شاء الله. هذا اللي راه قدامكم مستشفى. هذه هي سوق الاثنين، الخرجة تاع سوق الاثنين. هنايا المطر الله يبارك راه صبت ما شاء الله. هنا السرعة المحددة راهم دايرينها هنايا 80. هنا لو جات يعني بالدول الأوروبية مثلا طوموبيل ولا بلاصة مثلا تمشى فيها 120 ولا 125 وتلقى واحد يتمشى 40، اي عاقبوه، ما تقعدش انت تسابوطي في الناس. هنايا منا وروح هذوك نطلعوا على البحر. اليوم جو ربيعي، اليوم شوفوا البحر راه كالم خلاص، الله يبارك. شوفوا منا وروح الدنيا خضرة، الله يبارك ما شاء الله. دوك تشوف هاي ولي في الصيف البلايص هذو كي تجي في الصيف هنايا ما تلقاش الدنيا خضراء، الله يبارك كيما هكذا. شوف هنا راهي جنة، الله يبارك. هنا ما نقدروش نفوتو 80، كيما دوك راني نمشي 73 ولا. اليوم راني جيت من الدار نتاع 6 تاع الصباح، صليت ومشيت. كيف تقسم حياتك
تنهار تقسم اليوم نتاعك في اليوم بالنسبة للخدمة نتاعك. أول حاجة دير حسابك وراك راح تشارجي من راك راح تشارجي. ثاني حاجة وين دير مازوت عمر صوالحك وتهز قشك. المهم ومن بعد تشوف المسار تاعك. المهم وراك رايح تتغدى قهوة صباح، تتغدى تكل على ربي الحقيقة في الصلاة، تصلي، تشوف دير حسابك إذا راك راح مثلا تشارجي في ذاك النهار تشارجي، ولكن عندك لاشين ثاني لازمك دير لاشين. تشوف روحك وراك رايح انك رايح البور ولا رايح البلاصة وين فيها لاشين تشارجي ثم لا رايح مثلا للشرق للغرب، لازمك دائما دير حسابك وراك رايح. كما اليوم مشيت من الدار من بيتنا وجيت راني في هذه الطريق الوطني رقم 9. درت حسابي المازوت كيف راح ندير المازوت، درت حسابي رجليت اموري باش كي نوض الصباح قبل ما نديماري، باش كي نوض الصباح ما نعودش نتعطل في المازوت. ديريكت امور الانسان ينوض من الدار ينوض يسخن الكاميو ويتكل على ربي. هنا يا اوقاس النفق اللي راه الفوق خلاص نفق كاب اوقاس، والتحت هذه هما الزوج الانفاق هذو اللي راه قدامكم اللي على الاضروات. هذا النفق فيه مغاره هنايا في الصيف يحلوها للناس للسياح، والنفق اللي الفوق شوفوا كاتبين كاب اوقاس بلاصه للسياحه أمو اللي كي يجيو ليها الناس من كل مكان. شوفوا هنا مجرد أن منين نخرجوا من النفق شوفوا ذيك البلاصة تقابلكم. الله يبارك. السلك هذا اللي راهم دايرين وهذو اللي راهم من فوق حتى الجبل فوق دايرين من هنا مفاتيح واحدة الحجرة اللي هنايا ديروا هذو تقبض الحجر اللي يطيح من الجبل من الفوق، يعني واحد البلايص. وهنا ديريكت من نخرج على هذا من نخرج من هذا المكان هذا شوفوا لابلاج اللي قبلكم. شوفوا الله يبارك. هنا في الشتا يجيو غير الصيادين اللي هنايا. أماكن خلوية الله يبارك. شوف الله يبارك هذا المكان ثاني فيه قلعة هنايا نورمالمون فيه فندق هذه البلاصة هذه. هذيك تطلع الفوق من البحر هاوي اللي قبل هذا اللي قدامكم العام اللي فات في الصيف هذا اللي فات برك تحرك كامل. الله يحفظنا ان شاء الله. هذي كاينين هنا اللي دايرين مشاتل الاشجار هذو شوف كرم حروقين هذا حرقوا في الصيف هذا اللي فات. ان شاء الله ربي يعوض ان شاء الله يا ربي. شوفوا الجبل هذا كامل محروق، نص محروق ونص لا. البلايص اللي قاستهم النار هذه هنايا مشتلة. اني نروح لاصحاب المشاتل يعطيوني طريقة كيفاش نزرع شجرة التراب هنا التراب المناسب وشحال ندير حشك مغبار شحال ندير فيه الرمل ما نديرش، يعني تدي من عندهم معلومات الله يبارك ما شاء الله. هاولي ينعتوا لك حتى وانا التراب اللي راهم يغرسوا به. هذو كامل مشاتل تاع الزيتون تاع اي شجره تغرسها كاين مشتله هنا. وهنا راني شوف راه مقاري والله يا اخوتي. هنا راني في الدخله تاع باكارو. شوف بلاصه وين نتغدى هنايا ومن بعد نكمل المسار تاعي. الله يبارك.
هنا راني تغديت وخرجت. هنا بالنسبة للأسوام تاع الماكلة في السواحل، الماكلة غالية بزاف. هنا يا بلا يجوز لك 25-30 ألف بلا عادي، لوبيا ولا فريت شكشوكة ولا فريت روز ولا هم ميلونج ولا غالية الماكلة. ما زيد دوموندي خاصة اللي كان تشرب مثلا جازوز ولا سعيدة ولا يرغموا عنك، ما يجيب لك قرعة ما كانش، يرغموا عنك تشري قرعة ما ب6000 ولا ب5000. ومهم تسقام لك هنايا، هنايا بالنسبة للسائق باش ياكل وجبة عادية يفوت 40 ألف. هذا لا عاد راح نقول يشرب الجازوز ونقولوا ولا قرعة ما ولا تسقام له الماكلة هنايا. هنا خرجنا من اللحم ما نهضروش عليه، هنا خرجنا من باكارو راح ندخلو كتيشي ان شاء الله يبارك. واحد الاماكن هنايا ما شاء الله. البلاج هذا اللي قابلكم ان شاء الله يبارك. هني نحوس على بلاصه نقاري فيها نهز شويه تراب باش نديرو في الاكياس هذوك اللي راني درتهم، رايح نغرس فيه اشجار. شوف الدخله تاع تيشي. هنايا بالنسبه للازدحام المرور ما كانش في الشتاء، قليل يعني، ماشي كيما الصيف. الصيف هنايا با تخرج من تيشي تضرب حتى ساعتين ولا ساعه ونص، هذيك تلقاها فارزه. حتى في الليل تلقى السيركيلاسيون هنا. وينما خوتي هنا راه ممنوع اللور، انا يمنعوه في الصيف. غير نطلعوا العقبه هذه نطلعوا على البحر. سكنات مازال رانا في وسط المدينه، بصح السكنات قبل البحر. الناس هذو اللي راهم الفوق كامل يشوفوا البحر لتحت. هاي ويلي شوفوا البحر منا، بواخر كامل يبانوا. هذو هنا يبيعوا الألبسة التقليدية. العمارة اللي راه قدامكم فندق، ومنا على اليمين كامل مطاعم. وإنما خوتي الماكلة غالية هنايا بالنسبة للحواس نورمال، وإنما اللي يجي خدام ما يقدرش يدخل المطاعم، هذو غاليين. هذه هنايا في الصيف ما تطرلكش البلاصة هنا. هنا مقابلين البحر، شوف الله يبارك. هذه كامل بلايص للسياحة. كاينين ناس يقولك مثلا الاماكن هذو ماشي ملاح خوتي، وين تحط روحك تلقى روحك. الانسان اللي يدير قيمه روحه، البلايص اللي شايفهم ما يساعدوكش ما تروح لهمش.
هذا مكان كاينين اماكن الله يبارك ما شاء الله تقدر تروح حتى بلاصه ايزولي لها شوف الله يبارك. هذو هنا لي بانغالو هذو هذو خلوهم تخربوا خلاص باش يعاودوهم ولا ما كاين. شوف مكان كيما هذا ويروح شوفوا هنا هذه في الصيف ما تشوفهاش هكذا. جبية حالة راهي مربعة لهنا الله يبارك شاطئ أشرشور شوفوا هنا يا الأبقار الله يبارك شوف لا إله إلا أنت. هذا ثاني شاطئ هذه هنا شاطئ مغرى هذا قاري فيه يسحب الكمين طوموبيلات خلاص هذه بس مش نظيفة خلاص. وهنا منا اللي راهم فاصليكم المطار تاع بجاية تاع ما يبانش هاوي اللي عنده دخله من هي لجيت الجامعه. هنا تحب تدخل الجامعه ولا تقبل طريق البويره الجزائر العاصمه هذه هي الجامعه هنا هذيك دخلك للحي الجامعي وهذه هنا هي الجامعه هاي ويلي منا هاي الدخلة تاعها هنا وهنايا نطلعوا على البيستا تاع الطيارة وين المطار هاوي اللي منا تطلع الطيارة حال من خطرات صادفني هنايا الطيارة في الصعود ولا في النزول هاوي لك البيستا تاعها مكان هذا في الدخلة تاع بجاية يقولوا له اريحهم هاوي لك الدخلة تاعها. وهنايا لحقنا للدخلة تاع بجاية مدينة بجاية ترحب بكم. بالنسبة للناس اللي راهم داخلين بجاية يروحوا ديريكت اللي رايحين المطار يفوت البراج ومن بعد يقبضوا الأدروات اللي رايحين مثلا يرجعوا لطريق الجزائر الطريق الوطني رقم 26 يدير رومبوا في الرومبوا دوزيام واللي يقبض لاكوش باش يطلع الكاتشما ومن بعد يروح يقبض طريق الجزائر تيزي وزو ولا يروح للقصر. المكان هنا كاين حاجز دائما اكتظاظ في الدخله هنايا هنا نقول لكم خاوتي تهلاو في رواحكم ديروا لنا جيم وبارطاجيو هذه الفيديوهات بيناتكم وجزاكم الله كل خير ربي يحفظنا ويحفظكم خاوتي في التأني سلامه وفي العجله نادمه تهلاو في رواحكم ديروا لنا جيم وبارك الله فيكم وخليونا تعليق شباب ربي يحفظكم ويستركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.